كما قال الحكم دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا ما بين مستعلل منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا وفي الضلالات والأهواء لهم شبه وعن طريق الهدى والحق قد بلدوا صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا بهت بما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا كأنهم ازترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا امتى؟ ترى جماعة بتاعنا الإحسان ديل امتى؟ وأنا ما دار طويل على جماعة شيخ مزمل